تعالى اعلمك تقطيع الفراخ شوايه بطريقه احترافيه وهتلاقيها طريقه كويسه. فراخ شوايه هخلي لك الفراخ ان شاء الله ما تبقاش فيها دم على النار. هتمسك الفرخه زي ما ماسكها كده بين صوابعك، بين صوابعك هتنزل في نص الفرخه. هناخد نص نص، ده اول نص اهو. هنقسم الوراك نصين اهو. هنيجي على الدبوس من هنا كده عند المفصل، هنيجي على العرض نفسها كده. انت قطعت الورك 3 قطع تاني اهو، والعرض نصين كده. انت قطعت الورك 3 قطع. لو انت بقى عايز الدبوس ما يبقاش فيه دم من جوه، هتيجي من هنا كده، يبقى انت كده فتحت الدبوس من جوه، كل حاجه من جوه باينه. نفس الحوار هنا برضه فتحت الدبوس من جوه كده. النص اللي ورا كده انت عملته 6 قطع. هنيجي على النص التاني اللي قدام. النص التاني اللي قدام هتقسم الصدر نصين. ده كده اول صدر اهو، ادي اول قطعه. تاني قطعة دي التالتة. هتيجي من عند جناح هنا كده وتديها سنة صغيرة بحيث ان المفصل يبان ميبقاش فيه دم زي كده. نفس النظام هنا كده 3. والرقبة لو انت عايز تعمل قطعة تانية هتعملها. اصبح 13 قطعة. ده تقطيع الشوي عشان تشرب معاك التتبيلة، وفي نفس الوقت ما تبقاش فيها دم. تقطيع الشوك من اول تاني اهو، نصين اهو، وادي نصين الوركين اللي ورا، وادي الوراك من عند المفصل، وادي العرضه نفسها 2. ما تنساش تفتح الدبوس لو انت عايز تفتح الدبوس من هنا كده، ما تنساش تفتحه. وادي نفس النظام اهو، وادي العرضه 2، وادي الست، 1 2، ادي 3. نفس الموضوع 1 2 3. افتح من هنا المفصل من هنا، ما يبقاش فيه دم زي ما انت شايف. بامر الله تدبل الفراخ تتبيله كويسه، بامر الله تطلع معاك زي الفل. زي ما موضح معاك اهو، فراخ متقطعه شوي الله ينور يعني، 12 قطعه، فراخ رايقه وزي الفل. هنا لو عجبك الفيديو اشترك معنا، كل يوم بننزل اسعار ونعلمك حاجه مفيده بامر الله. ما تنساش اللايك والكومنت الجميل. وصلنا طيب.